وتمنع لطالب وطالبة. أحيانا تكون المنافسة شديدة شوي. طبعا هانز شركاء لديهم دور وواصلة إيجابية في دعم وتعزيز الحياة الجامعية. تكريم كل من يبذل جهد في الحياة الجامعية. نحب كل ما هو جديد إن شاء الله في المجتمع القطري بشكل عام إن شاء الله. الآن راح ننتقل للحظة الإنجليزية. بنك قطر للتنمية. يعطيكم العافية إن شاء الله. سيد باب الغربي عرفان إسماعيل سليمان رشيد مانور إسلام أوان والي محمد رمضان بياني. صراحة إحساس وايد حلو أن عقب ما طلعت من الجامعة سنة 95 تخرجت منها 2017 تم تكريمي في هذه الجامعة الغالية. ما بوصف لكم شعوري صراحة، ولكن كنت جدا فخور أني أكون واقف مع مدير الجامعة ويتم تكريمي من خلالهم جزاهم الله خير والله. وهذا طبعا بالتأكيد يعطيني دافع أكثر أني أكون ضمن الناس اللي داعمين لأنشطة الجامعة وفعالياتها في ظل القيادة الجديدة. دكتور حسن الدرهم شكرا لك جزيلا صراحة على هذا التكريم، وأيضا الشكر للجميع صراحة أنهم اختاروني أكون من ضمن هذه الكوكبة.